التحية متجددة متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل بتجدد انطلاقاتنا في هذا الصباح الجميل، حيث ينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، شوطنا السابع الذي اندفع قبل قليل لتندفع أيضا الجعدان المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين وأسير مباشرة إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى شاهين اللي على المركز الأول بشعار هجن ند الشبا مع سعيد بن سالم هنا بالتضمير، بينما أنتقل إلى هملول على المركز الثاني من هجن الرياسة مع أيضا علي بن يميل الوهيبي، وثالث المراكز شاهين من هجن الرياسة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما رابع المراكز شاهين أيضا بشعار هجن الرياسة مع سلطان بن محمد الوهيبي، أما خامس المراكز فهناك هملول الواصل بشعار هجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي من يأتي على المركز الخامس. انتقل إلى المركز السادس وأتحول مباشرة إلى سادس المراكز، من أجد وصول هملول على المركز السادس بشعار هجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي هنا على سادس
المراكز والمركز السابع. هناك تحديات شاهين القادم من هجن الرياسة مع سلطان بن محمد الوهيبياتي مع المركز السادس، وسابع المراكز شاهين من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز الثامن فهناك انطلاقة أدهم لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مع مختار بن أحمد. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة وإلى المنافسة التي تستمر في هذا الصباح في هذه الانطلاقات مع سن الكبار من المسافة 8 كيلومترات الحاضرة أيضا بحضور هذه النوعيات. سن الكبار والرقص دائما يحلو مع الكبار، يحلو مع هذا السن الجميل الذي دائما يأتي بالمتعة والإثارة والانطلاق والتحدي الممتاز. إذن المركز الأول الصدارة، هناك عزام أو هناك على المركز الأول، هذا هو شاهين اللي على المركز الأول وعلى الصدارة. شاهين من هجن ند الشبا وسعيد بن سالم هنا يضمر شاهين على المركز الأول ويقدم لنا شاهين بالمسار الجميل، بينما المركز الثاني هملول هذا هو هملول على المركز الثاني من هجن الرياسة مع علي بن ميل الوهيبي. المركز الثالث شاهين من هجن الرياسة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم هناك على المركز الثالث ورابع المراكز أيضا بشعار هجنة الرياسة، وهو شاهين مع سلطان بن محمد الوهيبي. وخامس المراكز والتسلل الذي بدأ في هذه اللحظات من هملول من هجن الرياسة مع علي بن ميل الوهيبي. الخمس المراكز الأولى التي بدأت تسير وبدأت تنطلق في هذا المسار وهذا التحدي الجميل، ما شاء الله تبارك الرحمن على انطلاقة الجعدان. المركز السادس، شاهين وصل شاهين وانضم في هذا الانطلاق بشعار هجن الرياسة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يتابع أيضا هذا الانطلاق، يتابع هذه التحديات الممتازة في هذا المسار الجميل. عملاق في التضمير وبالمشاركة عملاق وبالأداء هنا في هذه المنافسة، ولكن شاهين على المركز الأول على الصدارة ما زال مسيطرا سيطرة كاملة. وفعال على مجريات هذا الشوط، هذا هو شاهين يتقدم يتحرك يسير ينطلق بشعار هجن ند الشبا مع سعيد بن سالم، هنا يسير مع المركز الأول 3 كيلومترات متبقية من نهاية هذا الشوط. ركز اللي تبى تركز وقدم يلي تبى تقدم هنا في هذا التحدي، 3 كيلومترات تفصلنا عن نهاية هذا الشوط وعن هذا المسار الجميل في مسار هذه الانطلاقة والتحديات الرائعة. وما زال شاهين بالمركز الأول وعلى الصدارة.
المقدمة والصدارة هنا ما زالت مع شاهين. شاهين اللي على المركز الأول من هجن ند الشبع مع سعيد بن سالم، ولكن بدأ الهجوم، بدأ الهجوم من هملول. الله يا هملول القادم في هذه اللحظات، والمتحرك بشعار هجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي يتدخل في هذه المنافسة، يستلم المركز الأول، يستلم الصدارة، بينما المركز الثاني هناك شاهين من هجن الرياسة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتحرك ويغير مباشرة إلى المركز الأول. الله 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 الله، بدأ تغيير المراكز، بدأ المنافسة هنا في هذا الانطلاق وهذا المسار. المركز الثالث تحرك شاهين من هجن الرئاسة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي رابعا، من يتقدم على المركز الرابع، من يتحرك في هذه اللحظات في هذا المسار. وصل حملول من هجن الرئاسة مع علي بن ميل الوهيبي في هذه المنافسة، ولكني أعود إلى المركز الأول، إلى شاهين اللي على صدارة هذا الشوط من هجن الرياسة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز الثاني شاهين من هجن ند الشبا مع سعيد بن سالم، منافسة كبيرة، منافسة ممتازة، منافسة قوية ما بين هذه الشعارات. تحرك شاهين على المركز الثالث من هجن الرياسة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي رابعا كذلك انطلاقة، والتحدي رايح هنا في هذا المسار من شاهين أيضا من هجن الرياسة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وخامسا مع هملول. ولكني أعود إلى شاهين، إلى اندفاعة شاهين وانطلاقته على المركز الأول، على الصدارة، على المقدمة من هجن الرياسة. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتحرك، يسير، ينطلق، يباعد هنا في هذه الاندفاعة الجميلة هنا بالمسار الأخير، 300 متر الأخيرة المتبقية عن نهاية هذا الشوط. وشاهين اللي على المركز الأول، اللي على الصدارة، تحرك شاهين بالمركز الثاني من هجن ند الشبا، وثالثا شاهين، ورابعا شاهين، ولكن شاهين على المركز الأول، على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. هذا هو شاهين يسير. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والثاني سلطان بن محمد الوهيبي على المركز الأول، المركز الثاني، ثالثا شاهين من هجن الرئاسة، رابعا شاهين من هجن الرئاسة، أو ثالثا شاهين من هجن ند الشباب، رابعا شاهين من هجن الرئاسة، وخامسا وصل في هملول من هجن الرئاسة. التوقيت الزمني 12 دقيقة 38 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس.